Good morning everyone, كيف دايرين؟ لاباس عليكم. الفيديو ديال اليوم غادي تكون شويه طالعه في الكالوريز، لان البنات بزاف قالوا لي ما عرفوش كيفاش يطلعوا الكالوريز بمواد صحيه. فاليوم غادي نحاول نوصل 1500 سعره حراريه، وهذا هو فطوري. غادي ندير نص ديال الافوكادو، وغادي ندير معلقه ديال ياغورت طبيعي، يكون من الاحسن خلي الدسم لان الافوكادو ديجا فيها الدسم. وديجا كنت طيبت بيضه واحده مع داك البام زيرو كالوريز، يعني بلا زيت بلا والو. هاد الخليط هو باش غادي ندهن الخبز، وعاد غادي ندير فوق منه الاومليت ديالي. وهذا هو فطوري اليوم. ما غاديش نمشي لاصال من بعد الفطور، يعني ما غنمشيش في الصباح، غنخليها حتى العشيه لان عندي ما نقضي. والغدا غادي يكون دجاج بالاناناس، غادي يكون شويه حلو. هنا احتاجيت 150 غرام ديال الدجاج، صدر ديال الدجاج منقي ومقطع، وكاس ديال الاناناس. لاصوص اللي غادي ندير هنايا غادي نحتاج فيها معلقه ديال زيت الزيتون، ومعلقه ديال الصويا صوص، صوص ديال الصوجا، وكذلك نص معلقة ديال العسل. ونص معلقة تقريبا ديال الثومة والحامض. كنغطيها وكندخلها للفران 10 دقائق هكذا، كل 15 دقيقه، وعاد كنحيد ليها الالومنيوم وكنرجعهم ثاني يتحمروا. صافي هنا مني طابت هي هذه. درت 1 كاب ديال الكسكس طايب، وداك الاناناس والدجاج اللي كانوا عندي، وخز محكوك، ولوبيا خضراء مسلوقه. هنايا كنت معوله تبقى لي شويه ديال لاصوص نورمالمون ديال داك الاناناس والدجاج، مي ما بقاتش، فبغيت ندير شويه ديال الصوص الفوق. درت هاد الصوص فيها 35 كالوريز في جوج معالق، انا درت غير معلقه واحده. فوالا هذا هو الغداء.
من بعد الورك اوت كندير نورمالمون دابا 30 دقيقه ديال الكارديو 30 دقيقه ديال ميسكيلاسيون. خديت البوست وورك اوت هو بروتين شيك فيه كوكونات ميلك وبروتين الواي وشويه ديال اللوز. اي العشاء درت فيه الحوت، درت شويه الحوت مع الزعلوك. الماريناد صوص غادي تلقاوها في الديسكريبشن بوكس، هي نفسها اللي درت في السالمون، هذا الريد سنابر ما عرفتش سميتو بالعربيه. درت البطاطا، احتاجيت النشويات لاني من بعد التمرين كنحتاج نشويات دائما، واخا في الليل فغادي ناخذ نشويات. غندير البطاطا غير دائما نراقبوا المؤشر الجلايسيمي ديال اي حاجه بغينا ناخدوها يكون منخفض، وطريقه ديال الطياب بيان سو حتى هي تكون صحيه. درت هنايا غير البطاطا، فلفله خضراء حمراء صفراء. هنايا معلقه واحده ديال صوص طوماط مخلطه بالماء هي اللي دات في الاخير، وورقه ديال سيدنا موسى ومليحه وبزار. والزعلوك اللي غادي ندير، غادي نديرو بلا زيت بلا صوص طوماط. هنايا بخرتو كندير مطيشه هنا محكوكه، ونزيد عليها تومه والقزبر ومعدنوس. وكنزيد عليها هذاك الدنجال، وبيان سور التوابل اللي كندير هما التحميره، بزار، مليحه، خرقوم بلدي. هنا تقطعات ديال الحامض اللي درت، وزدت ليهم معلقه ديال الهريسه. ما بغيتش ندير صوص طوماط لاني ديجا درتها في الحوت فما كاينلاش. وهذا هو عشاتنا، نتمنى يكونوا عجبوكم لي غوبا ديال اليوم، ونطلعوا السعرات. ما كيعنيش اننا ناخذوا مواد غير صحيه، فانا هنايا عطيتكم مثال انه يمكن لنا نطلعوا السعرات بمواد صحيه ومفيده لنا. ما تنساوش الاشتراك وتعملوا لايك، وسي يو ان ذا نيكست فيديو.